إليك وإلى كافة المشاهدين الكرام. لعل ربما هذه المكالمة الهاتفية السيد ميزاب تعتبر سابقة من نوعها لمدير الاستخبارات المركزية الأمريكية، والذي أدى اتصال هاتفي مع الفريق أول سعيد شنقريحة. وكأنه اليوم منطقة الساحل تعج بالمشاكل، ويجب أن يكون هناك تنسيق محكم لعدم العودة إلى ظاهرة الإرهاب التي عشناها في سنوات مضت. هو في البداية علينا أن نستوعب الإطار الذي تأتي في إطار العلاقات الجزائرية الأمريكية، خاصة على المستوى الأمني، باعتبار أننا نتحدث على أنه هنالك تنسيق وهنالك كذلك تعاون وترجمة في إطار لجنة الحوار الاستراتيجية المشتركة الجزائري الأمريكي، والتي دائما كانت تعني بمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات وكذلك تطوير وتعزيز القدرات. اليوم نحن نتحدث على أن هنالك مجموع من التحولات التي تستوقف كل من البلدين، سواء كان بالنسبة للجزائر كبلد محوري ومركزي في منطقة الساحل الإفريقي، ومنطقة الساحل الإفريقي تعرف في الأدبيات الأمنية بأنها قوس الأزمات، وتشهد في الآونة الأخيرة تنامي مضطرد لمختلف التحديات الأمنية، سواء كان على مستوى الأزمات المتعلقة باستقرار الدول، أو حتى كذلك في إطار تنامي التهديدات المرتبطة بالظاهرة الإرهابية وغيرها كذلك من التحديات الأمنية، في إطار كذلك الصراع الدولي والاستقطاب الدولي حول مناطق النفوذ. ونتحدث من جهة أخرى على الولايات المتحدة الأمريكية التي عينها على المنطقة، وهي في إطار صراع شرس مع مختلف القوى حول مناطق النفوذ، خاصة في منطقة الساحل الإفريقي، والتي لها كذلك قواعد عسكرية في المنطقة وكذلك قاعدة الأفريقوم. بالتالي من الضروري ومن المهم مما كان عليه أن يكون هنالك تواصل مباشر وكذلك تنسيق مباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر حول آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، وما سوف تكون المنطقة كذلك مقبلة عليه في ظل محاولات بعض الأطراف الدولية وحتى كذلك الإقليمية الدفع بملف الأزمات في المنطقة نحو التعقيد ونحو كذلك التأزم، خاصة في إطار استخدام أو محاولات توظيف ورقة التدخل العسكري، باعتبار أننا نتحدث خاصة على فرنسا التي انحصر دورها في المنطقة وأصبحت اليوم مطاردة ومطرودة من عديد دول المنطقة، فبالتالي هي تبحث في الاستثمار في ورقة الفوضى واستخدام القوة من أجل استعادة أو إعادة بسط نفوذها ولو نسبيا في المنطقة، في التوقيت الذي هنالك إدراك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بحجم مخاطر أي استخدام للقوة. ورأينا موقف الولايات المتحدة الأمريكية من آخر تطورات الحاصلة في النيجر بأنها تدعو إلى ضبط النفس وإلى ضرورة كذلك التوجه نحو مسار سياسي تفاوضي لتجنب استخدام القوة، باعتبار أن تقدير الموقف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية يصب بأن أي استخدام للقوة هو معناه انفجار الوضع في المنطقة، ومعناه أننا سوف نسير نحو نفق مظلم وقد تتحول إلى أزمة إقليمية وكذا إلى أزمة دولية، أو المواجهة قد تتحول من مواجهة دولية من مواجهة في إطار استعادة الشرعية إلى مواجهة إقليمية وستتدخل فيها أطراف كذلك دولية. وبالتالي التنسيق مع الجزائر مهم، تبادل وجهات النظر وتحليل تطورات الوضع في المنطقة أصبح أكثر من ضروري، والجزائر تلعب دور أساسي خاصة من خلال المبادرة التي طرحتها الجزائر حول الملف في النيجر، وهي تعتبر مبادرة تحظى بمصداقية وكذلك بقبول باعتبار أنها عقلانية وحاولت أن تزيح مختلف الألغام المحيطة بملف النيجر، وكذلك تحاول كذلك أن تستبعد شبح التدخل العسكري الذي قد ينسف مبدأ الاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها. ولذا وجدنا بأن هذه المكالمة هي تحمل العديد من الدلالات وكذلك الرسائل، سواء كان
من حيث المضمون أو حتى كذلك من حيث طبيعة الملفات التي نوقشت والتي تعتبر ملفات حساسة وملفات كذلك أساسية ولها من الأهمية مكان خاصة في ظل الظروف التي تعرفها المنطقة بالدرجة الأولى وكذلك في ظل الظروف كذلك التي يعيشها العالم الذي يعرف مجموعة من التحولات المتسارعة. طيب سيد ميزاب، لما نتحدث على الوضع في الساحل اليوم وهو وضع مكهرب والانقلابات في القارة الإفريقية تثير ربما مخاوف دول الغرب وحتى دول الشرق في حد ذاتها، اليوم السؤال المطروح، كيف ستنسق الجزائر مع هذه الدول من أجل إعادة السلم والأمن على مستوى منطقة الساحل؟ في البداية أولا الجزائر لها مجموعة من المقاربات في المنطقة التي هي مقاربات عملية وكذلك فعالة ومقاربات تسهم بشكل كبير جدا في تذليل العقبات وكذلك في الحد من شدة التوترات المتصاعدة والمتنامية في المنطقة. بالدرجة الأولى نحن نتحدث على أن الجزائر باعتبارها منسق الاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، فالجزائر تمتلك عديد من المقاربات وتستوعب كذلك تطورات المشهد المتعلقة بتنامي التهديد الإرهابي في المنطقة والذي يتغدى من الأزمات المنتشرة ومن حالات كذلك الفراغ ومن حالات الصراعات والحروب المترامية الأطراف خاصة في منطقة الساحل الأفريقي، فبالتالي الجزائر تعتبر شريك أساسي وفاعل محوري سواء كان في مجال التعاون أو كذلك في مجال المقاربات أو الاستراتيجية المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة. من ناحية ثانية الجزائر كذلك في إطار موجة تصاعد حدة الأزمات والتوترات الأمنية وكذلك مخاطر مآلات عديد الملفات المفتوحة في المنطقة حاولت كذلك أن تقدم طرحا أعتقد بأنه طرح استراتيجي وطرح مهم إذا ما كان هنالك انخراط للفاعلين في المشهد الدولي ودعم كذلك من هؤلاء الفاعلين في المشهد الدولي، وهو أن يكون هنالك مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة المتعلق بالتنمية في منطقة الساحل الإفريقي، لأنه ندرك جيدا بأن قوس الأزمات الذي هو منطقة الساحل الإفريقي واستمرار الأزمات وديمومة هذه الأزمات هو ناتج على غياب مفهوم التنمية في المنطقة، ناتج على مجموع من الانعكاسات التي يفرضها غياب التنمية مما أدى إلى زيادة مستويات الهجرة الغير الشرعية، زيادة مستويات الفقر والمجاعة ومن نتائج كذلك تنامي الأزمات والمخاطر الأمنية. فبالتالي الكل يدرك بأن الجزائر فاعل أساسي في المنطقة من خلال مقارباتها، من خلال كذلك رؤيتها في المنطقة، من خلال استراتيجياتها الأمنية الناجحة. لا ننسى بأننا في أكثر من تقريبا يعني عقد ونصف من الزمن نعيش في محيط إقليمي كل حدوده ملتهبة ومشتعلة، تعرف أزمات بمختلف الأشكال وكذلك الأنواع مما يؤثر على مبدأ الاستقرار، إلا أن الجزائر جابهت ذلك باستراتيجية أمن حدود فاعلة وناجحة حققت من خلالها نتائج عملية متميزة، كذلك استطاعت كذلك أن تعمل على تفكيك شفرات بعض الأزمات الموجودة في المنطقة مثل الأزمة المالية، كذلك قدمت مقاربات حول العديد من الملفات منها الملف الليبي. فبالتالي الجزائر تستوعب جيدا كيف تدير الملفات الحساسة والحرجة في المنطقة وتستوعب كذلك كيف تستطيع أن تجابها مختلف التحديات الأمنية. ولا ننسى بأن الجزائر في قراءتها لطبيعة المشهد اليوم في المنطقة هي تتحدث على أنه أي خطأ في معالجة هذه الملفات سوف يفجر المنطقة. ملف النيجر ليس محصور ومحدود في الحدود دولة النيجر، بل أي تحرك أو أي تشخيص خاطئ للملف سوف يفجر المنطقة، سوف يعيد الملف في المالي إلى نقطة الصفر، سوف كذلك يعيد بالملف الليبي إلى نقطة البداية، قد يحرك كذلك الرمال المتحركة الموجودة في تشاد، وكذلك سوف يعمق من الجراح في السودان، وحتى
حتى كذلك في أفريقيا الوسطى. فبالتالي نحن نتحدث على مساحة واسعة وكذلك مترامية من القنابل الموقوتة التي قد تنفجر في حال ما إذا كان هنالك تشخيص أو كذلك تحرك في غير محله في هذا السياق. أعتقد بأنه يكمن وتكمن أهمية هذا التنسيق وهذا كذلك التعويل على الدور الجزائري، سواء كان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو من غيرها من الشركاء الاستراتيجيين وحتى كذلك الفاعلين في الساحة الدولية، وتعويلهم على أهمية الدور الجزائري وكذلك الرؤية الجزائرية لطبيعة الملفات الموجودة في المنطقة. طيب، ما مغزى اليوم، السؤال الأخير فقط سيد ميزاب، ما مغزى اليوم هذا الاتصال لمسؤول رفيع المستوى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية بمسؤول سامي أيضا على مستوى الجزائر فيما يتعلق بدول الساحل، وما مدى تواجد الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى دول الساحل؟ طيب، سأبدأ من النقطة الأخيرة. الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في المنطقة. إذا ما تحدثنا مثلا في النيجر، للولايات المتحدة الأمريكية قاعدة عسكرية للطائرات ذو الطيار في منطقة أغاديز، ولها كذلك مجموعة من القواعد العسكرية أخرى في عديد من النقاط في المنطقة، ناهيك كذلك على قاعدة الأفريكوم الموجودة في الضفة الأخرى من المتوسطة، وكذلك قاعدة الدائمة التي تحولت إلى قاعدة دائمة منذ 2015 بإسبانيا، والتي تعني بالتدخل في حال انقلابات في المنطقة الإفريقية. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لها حساباتها الاستراتيجية في المنطقة، وهنا يدفعنا إلى الوصول إلى الحديث على مغزى هذه المكالمة التي يمكن أن أحصرها في ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى هو تأكيد على الشراكة الجزائرية الأمريكية في مجال التعاون والتنسيق الأمني، والذي أثبت نجاحه وتميزه خاصة منذ أحداث 11 سبتمبر 2001، بحيث رأينا يعني دينامية وحركية ونجاح في هذا التعاون والتنسيق خاصة في مجال مكافحة الإرهاب. المستوى الثاني كذلك أن هذه المكالمة إن دلت تدل أولا على أهمية الدور الجزائري المحوري كفاعل إقليمي وكدولة مركزية على المستوى الإقليم، الذي يشهد صراع محموم، صراع دولي شرس على كافة المستويات، وبالتالي التنسيق مع الجزائر هو حلقة أساسية وحلقة كذلك مهمة. على المستوى كذلك الثالث، وهو تأكيد على أن العلاقات الجزائرية الأمريكية هي علاقات متميزة، علاقات ناجحة، علاقات تسير في إطار الارتقاء، في إطار كذلك مصالح استراتيجية، وهو يشكل حلقة أساسية ومهمة، وبالتالي يظل التنسيق والتعاون والتشاور وتبادل وجهات النظر يكون على كافة المستويات، خاصة في المجال الاستخباراتي، باعتبار أننا نتحدث دائما على انعكاسات الأزمات الموجودة على المستوى الإقليم، والتي تحتاج دائما إلى تعاون وتنسيق استخباراتي على مستوى عالي جدا. وبالتالي مثل هكذا اتصال هو يؤكد أهمية الجزائر كمصدر وكذلك كمحور وكذلك كشريك فاعل واستراتيجي في هذا المجال. شكرا جزيلا لك سيد أحمد ميزاب، الخبير في الشؤون الأمنية، كنت معي عبر تقنية السكايب للحديث عن هذا.